وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحالته إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل. ويتضمن هذا التعديل تغييرا جوهريا في المالية العامة للدولة يسهم في تحسين المؤشرات المالية، حيث تشمل موازنة الحكومة العامة إيرادات الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية بما يصل نحو 5 تريليونات جنيه. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا جلسة مباحثات مع عبد الغني حيان نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي والوفد المرافق له. كما عقد وزير البترول عدة لقاءات مع رؤساء شركات بي بي وأدنوك وبيكر هيوز، وأكد الملا على أهمية التعاون المستمر مع مصر ودعم التعاون عبر المجالات المختلفة وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات بلغت 6.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.77 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 29452 نقطة. كما ارتفعت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 7490 نقطة. وصعد أيضا مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 10449 نقطة. تراجعت صادرات السعودية من النفط الخام في ديسمبر الماضي لأول مرة خلال 4 أشهر، ووجهت الحكومة السعودية في 30 من يناير الماضي شركة النفط الحكومية أرامكو بوقف خطتها للتوسع النفطي واستهداف الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا، ويقل ذلك بمقدار 1 مليون برميل يوميا عن الهدف المعلن في 2020 والذي كان مقررا تحقيقه في 2027. انتهت جولتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة، وعودة من جديد إليكما نهى وأدهم. شكرا جزيلا لك شروق.